فعاليات فنية وثقافية متعددة أقيمت على قاعة نقابة الفنانين في البصرة التي احتضنت مهرجان البصرة الثقافي الثالث والذي نظمته مؤسسة هواجس للثقافة والفنون بحضور مميز للنخب الفنية من مختلف المحافظات العراقية. مؤسسة هواجس للثقافة والفنون لها أنشطة متميزة في كل سنة وفي كل محافظة. اليوم في مهرجان البصرة الثقافي الثالث اللي تنظم المؤسسة بالتعاون مع نقابة فنانين البصرة، عدد المشاركين 115 فنان من جميع محافظات العراق. هذا اللم الشامل من الفنانين المبدعين، فنانين تشكيليين، تجد منهم أيضا شعراء موجودين من الناصرية وأيضا نحاتين. اسمي أسيل سلوان، فنانة تشكيلية من محافظة السليمانية. طبعا جيت لهنا لأنه حابة أوصل رسالة بأنه كل المحافظات هي عراق واحد. شاركت بعدة مهرجانات وعدة معارض، منها دولية ومنها محلية. كلش حابة هذا المعرض وأول مرة صراحة أزور البصرة. القائمون على المشهد الفني في مدينة البصرة أشاروا إلى الإهمال المتعمد والتهميش الواضح للمؤسسة الحكومية بحق الفن البصري الذي يحتاج إلى بنى تحتية حقيقية من قاعات ومسارح لاستعادة بريقه. ناشدت قبل فترة بفيديو إلى سيد المحافظ ورئيس الوزراء وإلى رئيس البرلمان، حرام عليكم، يعني حرام عليكم البصرة بدون مسرح، حرام عليكم البصرة بدون سينما، حرام عليكم البصرة بدون قاعة تشكيلي، حرام عليكم البصرة بدون قاعة موسيقى. يعني البصرة هاي أم الإبداع، أم العطاء، يصير بهذا الشكل. يعني البصرة مليئة بالأسماء الكبيرة من فناناتنا والفنانين، وأكيد يعني المرأة لها دور كبير بالجانب الفني. أكيد تحتاج الدعم من النقابة، من الحكومة المحلية، وحتى يعني يكون لها دور بمواضيع مهمة تخص المرأة، تشارك بمناسبات يعني من خلال تعبيرها عن الفن حتى يبرز دورها أكثر وأكثر إن شاء الله. إحنا احتياج البصرة الحقيقة للأماكن، للجاليري، لإدامة مسرح مثلا للشباب. نفتقد إلى هذه الحالة مع علم أن البصرة غنية يعني في مواردها. نتمنى من المسؤولين أن يلتفتوا إلى هذه الأمور مستقبلا. المهرجان كان فرصة للتلاقي ورسالة للمحبة والأخوة بين مختلف المكونات والأطياف، وصورة معبرة عن الهدف الأسمى الذي يأمل الفنانون على ديمومته بتنظيم مهرجانات مماثلة في عموم المدن العراقية. لقناة زاكروس الفضائية ستار المنصوري، البصرة.